انا قلت لكم ان الموضوع ما انتهاش، وموضوع ليه تكمله، الحكايه ليها تكمله، القصه لسه ما خلصتش وهنكمل فيها عشان اقول لك ايه اللي بيحصل. وده الكلام المهم بقى. منظمه اتحاد المحامين للدراسات القانونيه والديمقراطيه طلعت بيان ليها ادانت فيه تاخير اسباب صرف العلاوه بوزاره البترول منذ 2022 ابريل، يعني من حوالي شهر ونص ولا شهرين، بسبب استمرار الفساد واهدار المال العام بالوزاره، وان السبب هو الفساد الموجود في وزاره البترول اللي ادى الى اهدار المال العام وتاخير صرف العلاوه من خلال اتخاذ وزير البترول طارق الملا قرار من ايام جائحه كورونا. وبالمناسبه ان مش طارق الملا وزير البترول بس اللي خد هذا القرار، لا ده الوزاره نفسها خدت هذا القرار وعممته على الوزارات، اللي يعرف يتعامل مع القرار يتعامل. فكان طارق الملا تعامل مع القرار. القرار كان بيخص النساء العاملات ان هي تحصل على اجازه دائمه طالما ان هي عندها اطفال تحت ال 12 سنه. وبيان بقى قالوه وقالوا قالته هذه المنظمه، منظمه اتحاد المحامين للدراسات القانونيه، وتحدثت عن اهدار المال العام وتاخر اسباب صرف العلاوات، وتحدثت عنها اتحدث البيان عن هذا الامر. والحقيقه البيان من امبارح وهو بيثار حوله كثير من الكلام، هو ده بيحصل يا جماعه. والبيان في النهايه وجه رسالته للمسؤولين ان هم يتخذوا موقف مع هذه الوزاره مع هذا الوزير، او حتى يسالوه او حتى يستجوبوه او حتى ياخدوا اي اجراء او، لان بيقولوا ان طارق الملا وزير البترول بعد ما الناس كلها رجعت بعد كورونا وكل الشغل والقطاعات التزمت وانتظمت هو لم يلتزم، وما زال بعض النساء، ده طبعا هذا الكلام على عهدة البيان اللي اصدرته منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية، ان حتى الان ما زالت هناك بعض من النساء ما بيروحوش الشغل وبياخدوا مرتباتهم عادي. وقالوا كده بين قوسين او قيل بين قوسين ان هم قريبات او ليهم وصاية لناس مهمين في البلد. البيان صدر عن منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية اللي مديرها المحامي الأستاذ شادي طلعت، وأنا الحقيقة تعمدت يكون معايا الأستاذ شادي طلعت عبر الهاتف عشان يقول لنا هذه التفاصيل ويقول ده من معلومات مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية الأستاذ شادي طلعت. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ شادي، احكي لنا الحكاية ببساطة ولماذا أصدرتم هذا البيان؟ بداية حضرتك، المال العام هو كل مال مملوك للدولة بأي صفة كانت الملكية. ملكية عامة تمارس عليها دولة سلطتها بصفتها صاحبة السلطة العامة أو تمتلكه ملكية خاصة ويخضع لقواعد القانون الخاص، كما عرفه البعض بشكل مبسط بأنه جميع الأموال التي تعود للسلطة العامة. المال العام يا فندم هو عصب حياة المصارف العليا للبلاد. عندما نجد أن هناك قرار قد صدر من رئيس مجلس الوزراء للعام 2020 في شهر يونيو أو مايو عام 2020، وقضى هذا القرار انه نظرا لمواجهه جائحه كورونا وقتل كورونا ان يحصل البعض من الامراض المزمنه على الاجازات الاستثنائيه بالاضافه الى السيدات الحوامل او السيدات التي لديهن اطفال دون سن 12 عاما. هذا القرار اخذ به كافه الوزارات وتم تطبيقه منذ يوليو عام 2020 حتى بداية شهر يوليو عام 2021. ولكن بعد يوم 1 يوليو 2021 استمر قطاع البترول منفردا بإعطاء الأجازة الاستثنائية للسيدات التي لديهن أطفال دون سن ال 12 عاما. والسؤال هنا، هل هن يتقاضين مرتباتهن بشكل كامل؟ الإجابة نعم، يتقاضين مرتبات بشكل كامل، بما في ذلك بدل الانتقال حضرتك بيصل في بعض شركات البترول من 500 دولار إلى 1000 دولار في اليوم الواحد. هي الأرقام كبيرة نظرا لأننا نتحدث عن وزارة البترول وقطاع البترول. السؤال الآن لوزير البترول، لماذا أنت تقف منفردا بهذه الأجازة الاستثنائية لهؤلاء السيدات في حين
أن العالم كله وأجمعه قد أوقف كافة الإجراءات الاحترازية لكورونا، حتى قطاعات كافة القطاعات في الوزارات المصرية أوقفت هذا القرار والأجازات الاستثنائية منذ قرابة العام عام مضى، ولكن لا زال وزير البترول وشركات البترول والقطاع العام وقطاع الأعمال يطبق هذا القرار. الأموال حضرتك هنا اللي بتصرف للسيدات هي أموال كثيرة بالملايين إن لم تكن بالمليارات تم إصداره. وتحديدا نحن نتحدث حول بدل الانتقال والذي مرتبات، عشان تبقى سعادتك عارف برضه الساده المشاهدين، مرتبات البترول كبيره جدا وبدلات الانتقال ايضا كبيره، فكم حجم الاموال التي تصرف؟ استاذ شادي، انا قلت من شويه ان اللي كان من 20 سنه بيشتغل في شركه بترول او اللي كان بيتخرج وكان بيبقى يساعده يا هناه لما يتقبل ورقه في شركه البترول، وكان هذا الكلام بالوسائط فقط. صحيح. هو السؤال هنا حضرتك دلوقتي، سيدة تمكث في بيتها ولا تذهب هنا أو هناك لأنها تحصل على أجازة استثنائية، ليه بتاخد بدل انتقال وبدل انتقال بهذه المبالغ الكبيرة جدا؟ أليست تلك بأموال الدولة؟ ليس على البرلمان الموجود الحالي أن يحاسب على إنذار أموال تلك الدولة؟ وعلى من يرتكن وزير البترول في هذا القرار؟ إهدار المال هنا، نحن أمام قضية واضحة المعالم. وأنا بالفعل قمت بأداء دعوة قضائية لمجلس الدولة لوقف هذا القرار مع علم اليقين بأن هذه الدعوة سوف يحكم فيها بسبب انتفاء الصفة، سوف يحكم فيها بالرب انتفاء المصلحة، عفوا انتفاء مصلحة. ونصحني العديد من الزملاء أنه مالوش لازم أن أنا أضيع وقت، فاستكفينا في ذات منظمة اتحاد المحامين بأن أصدرنا هذا البيان. استاذ شادي، طب انتوا عفوا خليني اسالك بس، انتوا عرفتوا منين؟ يعني احنا خلاص عرفنا ان البيان اللي احنا قراناه وقرار الوزاره ورئاسه الوزراء ان كان في هذا القرار اللي هو ان ممكن الوزاره تتخذ قرار انها تعفي النساء من الحضور في هذا الوقت وقت كورونا. حضراتكم عرفتوا منين ان ما زالت في سيدات مطبق عليها هذا القرار رغم ان خلاص بقى كل المؤسسات بدات ترجع بشكل طبيعي؟ نحن الان نمر بانتخابات نقابه المحامين، حيث ان النقيب الراحل ربيع عطيه قد توفاه الله، والان توجد انتخابات نقابه ويوجد من يرشح نفسه هنا او هناك في انتخابات، توجد انتخابات. ومحامين الادارات القانونيه ومنهم قطاع البترول منهم ايضا من يشارك في تلك الانتخابات. والاقاويل تتردد من هنا وهناك، ولكن الثابت لدينا من هؤلاء المحامين الذين يعملون بالادارات القانونيه بقطاع البترول ان هذا الامر لا زال يحدث حتى تاريخه، لا زال يحدث حتى تاريخه. وهناك اسماء وصلت الينا ولكن لم نذكرها طبعا، يعني لان العديد طبعا حضرتك تعلم ان شركات مثل شركه ميدور وشركه ثروه وشركات اخرى كثيره جدا، هذه الشركات تعطي مرتبات في بعض الاحيان بالدولار ولا تعطيها بالجنيه المصري، ويعمل بها يعني عايز اقول لحضرتك بيعمل بها ابناء كبار المسؤولين في مصر، هم اللي بيعملوا في هذه الشركات. طب هم فعلا اللي هم ما زالوا مطبق عليهم القرار واللي لسه قاعدين في بيوتهم وبياخدوا فلوس دلوقتي من هؤلاء النساء، دول يعني ايه وضعهم؟ يعني هل دول مثلا ماسكين زله على الوزاره، ولا دولت ليهم قرايب مهمين، ولا هم كل النساء ما رجعوش؟ لا، هو طبعا القرار حضرتك اذا لو القرار اتعمل عشان شخص واحد اكيد طبعا هيضم معاه باقي الاشخاص الذين تنطبق عليهم نفس الحال، وبالتالي هو لو بيطبق على شخص واحد هيبقى اصدار المال العام اقل، ولكن هو طبعا ضم كافه السيدات الذين ينطبق عليهم نفس الوضع ونفس الحاله الذين لديهن اطفال دون سن ال 12 سنه. وبالتالي الاصدار في المال العام اكثر واكبر بكثير لو كان هذا القرار يميز بعض النساء وليس كلهن. ولكن اللي بيحصل دلوقتي ان القرار شامل الجميع. في كافه، عارف حضرتك مصر فيها اكثر من 230 شركه بترول. 230 شركه بترول، والعاملين في قطاع البترول يفوقوا الربع مليون عامل. قضية فساد مالي وإهدار للمال العام، ألا تستحق إن احنا نقدم بلاغ للنائب العام؟
تستحق ان تقدم بلاغ للنائب العام، ولكن حتى تقديم البلاغ للنائب العام بعد ما تم نقل مكتب النائب العام الى في صحراء الرحاب والذهاب اليه والسؤال اصبح ما بقاش زي الاول. حضرتك عشان تيجي تقدم بلاغ دلوقتي الاجراءات اصبحت اصعب من الاول، يعني من قبل نقل مكتب النائب العام كانت اجراءات سهله ومبسطه وتقدر حضرتك تقدم البلاغ وتوصل لنتيجه، ولكن في اجراءات حتى في التقاضي زي مجلس الدوله دلوقتي اصبح العرف المعتاد ان هو في الاحكام بتاعته انه يقول لحضرتك رفض الدعوه لانتفاء المصلحه، انتفاء شرط المصلحه، طالما ان انا محامي لا اعمل في هذا القطاع فليس من حقي ان انا اقوم برفع دعوه في القضاء الاداري. كذلك ايضا ممكن يحدث نفس الشيء في مكتب النائب العام ان القضيه تحفظ لانتفاء الصفه، يعني مش اي حد يروح يقدم يقول لك لا هات حد شغال ويقدم، واخد بال حضرتك حد شغال في القطاع ويقدم. لذلك ليس امامنا الا ان ننوه وان نضغط ناقوس الخطر عبر البيان الذي اصدرناه. لعل وعسى نجد تحركا من البرلمان سواء في استجواب في طلب اخر ام في اي شيء اخر لهذا الوزير الذي اصدر مال الدوله، لانه يجب ان يحاسب، يجب ان نعرف كم الاموال التي تم انفاقها وذهبت في شكل بدل انتقال لسيدات تمكثن في بيوتهن. عايزين نعرف كم هذه الاموال وكيف سوف يقوم باعادتها مره اخرى الى الدوله، لان دي اموال شعب، دي اموال المصريين. شركات البترول على فكره مش بتكسب، بتخسر، يعني في كل سنه هي بتحقق ارباح ولكن خسائرها اضعاف اضعاف هذه الارباح. كما ان الفساد الموجود لدى وزاره البترول ايضا كثير جدا، ويمكن مباحث الاموال العامه في قضايا كثيره جدا عندها بشركات كثيره جدا تخص قطاع البترول. ما توقعاتك استاذ شادي في خلال الايام المقبله؟ هل تتوقع بعد هذا الكلام وهذا البيان وهذا الزخم اللي حاصل حول هذا الموضوع ان تتحرك اجهزه الدوله للتاكد اولا من صحه هذا الكلام، هم يتاكدوا يعني من صحه هذا الكلام ثم يتخذوا اجراء، ام لا تتوقع ان يحدث شيء؟ لا، في الواقع بعد هذه الحلقه اعتقد ان تتحرك مباحث الاموال العامه لتبحث في مثل هذا الامر. ده توقعي، لان مباحث الاموال العامه في الحقيقه لا تتاخر في مثل هذه القضايا. هذه قضيه تستحق البحث من قبل مباحث الاموال العامه، وعليها ان تبحث وان تدقق في الحسابات وفي الاموال التي تم صرفها لهؤلاء السيدات، وعليها ان تقدم الشخص المسؤول ليحاسب امام القانون. ده توقعي، اتوقع انه سوف يحدث حراك في هذا الامر بعد هذه الحلقه. اشكرك جدا، ونتمنى ان تتخذ اجراءات بعد هذا الكلام وان تتحرك الجهات المعنيه لمحاسبه المتسبب او وضع الراي العام او اضع هذه القضيه امام الراي العام باعلان ما تم فيها. الاستاذ شادي طلعت المحامي مدير مركز او منظمه اتحاد المحامين للدراسات القانونيه والديمقراطيه، شكرا جزيلا لحضرتك. احنا دورنا نكشف الفساد ونشاور على الفساد اللي انتوا قلتوا عليه، يعني ان هو للركب في مصر. احنا دورنا نعمل دوت، ودوركم ان انتوا تنقبوا عن هذا الكلام وتشوفوا هذا الكلام صح ولا مش صح، وتشوفوا هذا الكلام واذا كان صح تحاسبوا المسؤولين او تطلعوا هذا الكلام في بيان كامل الا يستحق اهدار المال العام في واحده من اهم الوزارات في مصر، التحقيق وفتح تحقيق عاجل الان وليس غدا، الا يستحق؟ ألا يستحق إذا كان هناك مسؤول متهم بالرشوة أو بإهدار المال العام أو بالفساد الإداري والمالي أن يتحول للتحقيق الآن وليس غدا؟ ألا تستحق مصر أن يتحرك المسؤولون من أجلها اليوم وليس غدا؟ هذه القضية بين أيديكم وبين أيدي المسؤولين، تحركوا وقولوا لنا إيه الموضوع، وقولوا لنا إيه القصة، وقولوا لنا انتوا بتفكروا في ايه وهتعملوا ايه، لان احنا الشعب، والشعب من حقه يعرف، الشعب من حقه يعرف. عشان كده بنقول لكم ان برنامجنا هو انا الشعب.